هذه الحلقة الثانية من تارجت المخصصة لليابان نكتشف معا طائرة فريدة من نوعها شينميوا، طائرة تستعملها البحرية اليابانية في عمليات الإنقاذ لكونها الطائرة الوحيدة في العالم القادرة على أن تحط وتقلع على الماء على مسافات جد قصيرة بين 280 و 330 مترا فقط. هذه الطائرة يمكنها أن تحط على البحر داخل مسافة لا تتجاوز 3 أمتار. سر شينميوا محرك خامس مثبت على الجزء العلوي من الجناح. إنها توربينات تنتج هواء ساخنا يتم ضخه على الذيل وعلى الجناحين، يخلق ذلك انخفاض في مستوى الضغط، هذا ما نسميه بالسيطرة على الطبقة الحدودية. هذا الأمر يلصق الطائرة بالسقف كما لو أننا استعملنا مصاصة هوائية. تتم التجارب حاليا لتطوير طائرة شينميوا مضادة للحرائق. الطائرة سيمكنها نقل أكثر من 15 طن من المياه. هذه النسخة الجديدة تثير اهتمام الأوروبيين بشكل كبير، ويحتمل صناعتها قريبا في فرنسا وألمانيا. هذه الطائرة وتقنيتها الخارقة خير دليل على أن التكنولوجيات الحديثة في اليابان ليست فقط للتسلية. منذ اختراعها منذ حوالي 40 سنة مكنت هذه الطائرة بحسب وزارة الدفاع اليابانية من إنقاذ حوالي 1000 شخص في جميع المناطق البحرية للأرخبيل. مصادر فخر التكنولوجيا اليابانية متعددة، أبرزها هال، أول روبوت رقمي في العالم. هذا الهيكل الخارجي يساعد المرضى المصابين بالشلل. عندما يعطي الدماغ أمرا بالقيام بحركة، هذا الأمر يصل إلى الأطراف. نثبت أجهزة الاستشعار على الجلد تقوم باستقبال هذه الإشارات. في الواقع هذا الروبوت يعمل بفضل إرادة الإنسان. جاءنا يوما شخص مصاب بشلل الأطفال، المستشفيات الأخرى لم تستطع فعل شيء من أجله. ركبنا له هذا الروبوت فاستطاع القيام والمشي، أثر ذلك في كثيرا. لدي ثقة كبيرة في قدرات هذا الروبوت. حاليا يستعمل هال في 170 مستشفى في اليابان وفي حوالي 60 مؤسسة صحية في ألمانيا والسويد. مستقبلا سيتم توسيع وظائفه ليصبح قادرا على نقل أوزان ثقيلة واستعماله داخل المنازل لمساعدة الأشخاص المسنين. بالإرادة وبفضل هذه التقنية التي يمكننا إيصالها بالحاسوب، سنستطيع مستقبلا من معالجة مرضى مصابين بأمراض خطيرة كمرض شاركو. فمرضى مصابون بشلل تام سيمكنهم النقر على الحاسوب فقط من خلال إرادتهم، ومن ثم التواصل مع الآخرين. هذه التقنية يمكنها أن تساعد هذا النوع من المرضى. التكنولوجيا اليابانية تتطور يوما بعد يوم، تقدم حلولا عملية ومفيدة لا يستفيد منها فقط سكان الأرخبيل ولكن البشرية كلها.